لك انا راح اسوي بريد كرام لاي نوعية خبز تكون عندكم، من الايطاليان بريد هيك تكون ناشفة، وتحطوا معها الماكوكي المملح. هلا راح افرجيكم الطريقة كيف راح اسوي البريد كرام، كتير طيب بينفع للفرايد تشيكن للفيش لإيفريثينج بدكم تسويه. اول اشي البروسس صح، اكسر إذا في قطع كبار كلهم يطلعوا هالشكل، وأكيد هذا نرجع نطحنه كله بينعم وبينزل هيك. البريد كرام عندي بيكون، راح أخلص وأرجع لكم عشان نحط السيزنينج. راح احط معلقة مردكوش، راح احط معلقتين من البقدونس المطحون، راح احط معلقة فلفل اسمر، راح احط معلقتين من الليمون بيبر، بحب استعمله لكل اشي بيعطي طعم جميل للاشياء للتوابل. هيك بيكون عندي البريد كرام جاهز، بقدر استعمله لاي اشي. بس ملاحظة، انا ما بستعمل البريد كرام لحال، لازم اخلط بين البريد كرام والطحين، يعني بحط كاسة بريد كرام كاسة طحين لكل اشي، بيطلع معاكم الطعم عن جد روعة. جربوها وان شاء الله بتحبوها وبتستفيدوا. شكرا لكم على المتابعة، وبليز لا تنسوا الاشتراك بقناتي ولايك وشير للفيديو. Thank you.